بجنبي الفنان ماهر الكعبي اللي باش يكون في مسرح الحمامات في دوره 46 لمهرجان الحمامات في سهره مشتركه تغوي فسر لنا اش معناها مشتركه مع سيرين بن موسى اللي ان شاء الله تخلط علينا. تعرفوا فما برشا سيركولاسيون في الثنيه وخاصه فما برشا كيفاش نسميهم معبر باش الناس تنجم تتعدى باش تجي تحضر للحفله. فما عدد من ضيفنا تعطلوا شويه في الدخول بعد شويه تو يكونوا ان شاء الله موجودين بحثنا هوني في البلاتو. مرحبا بك ماهر. عسلامة. مرحبا. اهلا بك. انت يمكن جديد شويه على الجمهور التونسي ولا مش معناتها جديد؟ يعني ما يعرفوكش مليح في تونس خاطر الإقامة نتاعك في فرنسا بالأساس. الإقامة نتاعي في فرنسا ومكثر نشاط الكل في فرنسا وفي الأوروب. عملت عن ظهور في السنوات اللي فاتت في الإعلام التونسي، ومرة هذه معناتها خطيت خطوة ما أحسن معناتها في على مستوى العروض. أتو نحكيو على العروض اللي باش تقدمها في المهرجانات الصيفية. ما قبل هذيك نحب ناخذ فكرة على تكوينك الموسيقي ماهر، المسيرة اللي عملتها إلى حد الآن. أنا تنطقت في مع شاب الموسيقي بمدينة حق الوان تحت رعاية متاع أستاذي فيصل دريدي، ملحن وصحفي وكاتب، يعني هو اللي علمني. ومن بعد انطلق مشيت انا تحولت للخارج معناتها مقر الاقامه في فرنسا، وقعدت معناتها باتصال معاه وعملنا من اليوم عملنا 4 ألبومات من 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 الحانه هو يعني. ومن من عام بيتخرج في الالبومات؟ اول البوم عملناه في 97، ومن بعد 2001 2003 2005 وسنه. وشنو تغني فاريتي؟ شرقي تونسي، يعني المتداول اللي عندنا هنا معناتها. قعدت في نفس في الاتجاه هذاك معناتها ما حاولتش. وفي فرنسا تغني زاد؟ اي عندي البومات يخرجوا وعملوا دي سورتي. خرجتهم كل في فرنسا البومات؟ في اوروبا يعني. خرجت في عام 2000 مع شركه لهنا في تونس الالبوم الاولاني، معناتها خرجت في فرنسا بعد خرجت لهنا بعد عام. انا علاش نسالك في الاسئله هذوما الكل خاطر نحب نفهم عاده الفنانين اللي بداوا موجودين برا في فرنسا ولا في لندن ولا في ايطاليا حتى وكان يغنيوا كما قلت انت بين ظفرين لا فاريتي معناها شانسون فاريتي المتداوله عندنا هوني في تونس يتعبوها شويه هكا بتوزيع غربي بالات غربيه باوركستراسيون. ما كانش موجود هذاك قاعد يعني يقعد تكست معناتها النص يقعد ديما نص تونسي ونص نص عربي. هذاك الحاجه اللي شكون الشعراء اللي يكتبوا الكلمات الاغاني؟ والله خدمت مع اخويا وصديقي زاد مقيم في فرنسا هو محمد رمزي رحال، الشاعر حنان قم، شكون اخر شاد الله محمد وصل لطفي الحرباوي، انا كتبت نصوص، فيصل زاد كتب. معناتها يعني قعدت الخدمه كلها معناتها كلها تونسيه، معناتها الفريق كله اللي خدم معاه كله تونسي. به احكي لنا شويه على حفله الحمامات، كيفاش جات الساعه، كيفاش تبرمجت؟ والله تبرمجت. ولكن عندك عروض اخرين زاد ماذا بينا نسمعوا بهم؟ والله لا انا عندي الحمامات صناعه مع الحمامات معناتها جات بعد خاطر كملت البوم. عندي الكليب مازالوا كيهبطوا جدد، معناتها عندي ثلاثه كليبات يهبطوا جدد. عملت معناتها مع بعد ما كملت البوم جاتني عرض في المسرح البلدي، ومن العام مسرح البلدي معناتها في فيفري اللي فات عملت في المسرح البلدي، بعد حلت معناتها الابواب لحاجات اخرى وحتى اللي جات الحمامات معناتها وان شاء الله. الحمامات كان باقتراح من اداره المهرجان ولا انت قدمت ملف ولا كيفاش كانت الحكايه؟ كيفاش كانت سي اسعد بن عبد الله طلع على الاعمال نتاعي وشاف معناتها وقال لي ما حاجه كنا ما نجموش معناتها نغض، قال لي مرحبا بك هذه الحال احنا نحبوا نوريو اللي ثم توانسه انت مطربين توانسه قاعدين ينجوا قاعدين يعملوا في حاجات حلوه وهذا من واجبنا ان نقدمك للجمهور التونسي. هي سهريه بينك نهار شنو تفكرني في الموعد؟ غدوه ان شاء الله. غدوه باش تكون مشتركه بينك وبين سيرين بن موسى. فما فتره تتقاسموها مع بعضكم والا كل واحد عنده اشتراك؟ كل واحد عنده يعني ما فكرتوش انكم تعملوا حاجه مشتركه ما بينكم؟ والله انا سيرين قابلتها معناتها في الحمامات نهارتها معناتها وان شاء الله يمكن فيك تجي نهارتها. وقت جيتوا معناها؟ من معناتها في افريل وقت قابلنا باش نبرمجوا العرض. اي وما جاتكمش فكره انكم تغنيوا حاجه مع بعضكم؟ ان شاء الله حتى حاجه من المحفوظة ان شاء الله. تو ما عادش وقت، تو سي تخوتا ان شاء الله. ليه معناتها ما مشيناش في يا ماهر تو ما عادش تو 9 نتاع الليل نهار الاربعاء غدوه الحفله نتاعكم. اي اسمع معناتها ما كانش مبرمجه والاداره الاداره معناتها المهرجان اقترح علينا كل واحد يقدم اعماله
وممكن باهي. غدوة كيفاش باش يكون البرنامج في الفرقة الموسيقية؟ مش مشتركة عندك فرقة معاك؟ أنا عندي فرقة بتطلع معايا فرقة الأخ عقيل. أيوة. بقيادة المايسترو رياض السمعي. منعزل عازفين معناتها على باش نقدم برنامج أعمالي كلها، مش أعمالي كلها معناتها بعض من أعمالي تونسي وشرقي. سمعنا حاجة ما يصيرش بصوتك؟ علاش لا؟ يا ريت حاجة من غنيتك أنت ما يصيرش. يا تيري الطاير سايسني كيدني بحسني كيدني، يا تيري الطاير سايسني كيدني بحسني كيدني، قالوا في خطاك مغرور قلبي بهواك مسحور، ارجع يا تير اللي بدور بعندك لاش تعذبني، بعندك لاش تعذبني، بعندك لاش تعذبني، يا تير الطاير سايسني. هذه واحدة من غنيتك أنت؟ هذه واحدة من تونس. أنت ملحنها؟ لا، هذه معناتها الحين تلحين وكلمات خويا فيصل الدريدي مشكور اللي ديما معناتها ويقفوا ورايا معناتها في الاعمال هذيك. نطلب من زملائي في الحفله اذا كان ممكن ترجعوا لنا شويه الصوت، خاطر هكا ما نخلطش نسمع مليح ماهر كي كلمني وما نخلطش حتى نسمع روحي من فضلكم معناها بكل لطف. والشرقي اللي باش تغني حاجات اعادات معناها المطربين معروفين في عين حاله، ما عندي اعمالي الخاصه. تغني كان اعمالك الخاصه معناها كنت تعمل حتى اعاده معناتها حتى انا عندي انتاج يعني ما شاء الله عندي 4 ألبومات معناتها ما تقريبا قديش باش يدوم الفتره اللي خاصه بك ساعة. انت ساعه ليك وساعه السيرين ان شاء الله. من بعد تتصور باش يكون عندك حضور اخر قدام الجمهور؟ اي بتبيع يعني لازم انا من نجاح مواعيد تعرفهم ولا متوقع وكهو؟ لا باش نكون ان شاء الله يمكن نحاول اني نكون نقدم اكثر عروض في تونس، يعني نحاول أن نوفق ما بين خاطر عندي برشا عروض في فرنسا زادة وعندي برشا التزامات في فرنسا، نحاول معناتها اني نكون متواجد في تونس زادة خاطر ابريتو معناتها الاعمال اللي نعمل فيها كلها موجهه لتونس وموجهه عند المجتمع العربي، يعني انا ما خرجتش من الطابعه نتاعي وان شاء الله معناتها الجاي يبدا احلى كو. ان شاء الله. سمعنا حاجه من الشرقي؟ سيبهم يا قلبي يا قلبي يبيعوا فينا ويشتروا، بكره زمنهم يا قلبي اللي دار علينا حندوروا، بكره ندمنا يقولوا واللي جرى يا ليته ما كان، ويعزوا ليلهم بطوله بيحلموا ايام زمان، وحيبقى حبك غالي زي القمر العالي، حيبقى حبك غالي زي القمر العالي، لا ايديهم تطولوا ولا هم هيقدروا، سيبهم يا قلبي يا قلبي يبيعوا فينا ويشتروا، بكره زمنهم يا قلبي اللي دار علينا حندوروا. شكرا لك يا ماهر، ان شاء الله بالتوفيق سهريه غدوه، وان شاء الله الجمهور التونسي كله فرصه باش يتعرف اكثر على اعمالك البومات. تحيه للبرنامج، تحيه ليك، بارك الله فيك، معطيكم الصحه على الدعوه الظريفه. مرحبا بك. تحبوا تفرشوا كيفاش غنيت لين سيغارا نهار سبت اللي فات؟